إنها المأساة مرة أخرى. لعبة الحوت الأزرق تسجل رابع ضحية لها بولاية سطيف والسادس وطنيا. الأمر يتعلق هذه المرة بطفل يدعى العمري يبلغ من العمر 14 سنة يقطن ببلدية الطاية. الطفل انقطع عن الدراسة منذ عامين، وقد حرمه والده مؤخرا من الهاتف النقال الذي تعلق به منذ مدة. مشيت كي لحقت لقيت الباب في الكراج مسوخ، كي طليت هكذا كان كيما نقولوا كانت الظلمة شوية، كي شفت هكذا شفت الراس واقف الباب تاع الكراج. الباب كيما نقولوا الباب كاين باب صغير وباب كبير، برطاي صغير وبرطاي كبير. رحت نجري لقيت الله اكبر. كانت عنده المدام، كانت عنده الميكرو، انا اللي حبست له الحوايج هذو. جويه الخمسه تاع العشيه قال لي اكرم دوك نهار السبت نروح نشريو تليفون من تجنانت مليح. قلت له خلاص ما كان حتى بروبليم. من بعد هبط وراح هبط عبك اسمي يخدم الكراج اللوط. رحت نجري ديريكت لقيته مش نوق تسمى ما على باليش اسكو لا واه يعني تبالي باش نقراهم محال بلي مات مقتول ما على باليش كيف. بهذا المستودع اختل العمري بنفسه، وبهذا السلك الفولاذي ربط سلسلة حديدية لفها حول عنقه، وبهذا المكان وضع حدا لحياته. كل حقت انا سمعت لقيت لهنا معلق بالوضعية ذيك رجليه قيسين ومطبقين هكا كيبو قريب قاسين الارض ومخنوق لهنا هكا بسنسلة ومضي الطرف في راي. واش نقول لهم يتمسكوا بولادهم يحكموا ولادهم يعتني بولادهم ما صراتهمش كما صرات لي انا. واحد اثنان ثلاثة أربع ضحايا للعبة الحوت الأزرق بولاية سطيف نجت منهم واحدة فقط. اليوم طفل جديد ينتحر بنفس الطريقة. رجاء راقبوا أبناءكم في الغرف المغلقة. سمير مخربش من بلدية الطايا للشروق نيوز.